نص الصدر يعني قال لي الله يرحم الصهيوني الله يرحم الشهيد ماشيين على نهجه او خطواته اللي هي كنا نحن بالف خير، لانه نحن كل شيء حكي الامام الصدر وكل شيء حذر منه نحن عم نعيشه اليوم، وكانه كان بيعرف وعنده رؤية لما سيجري اليوم. نحن نفتقد للقامات الكبيره، نعم، لمجموعات كبيره، لما كانت